بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. رجاء استمع إلى هذه الرواية المهمة، تقرأها مرة واحدة في السنة. تقرأ هذا الحديث، تقرأ هذا الدعاء مرة واحدة في السنة مع تسبيح السيدة فاطمة عليها السلام. إن شاء الله سوف نضع الدعاء في صندوق الوصف إن شاء الله تعالى، والدعاء يعني مع تسبيح السيدة فاطمة عليها السلام. ما هو أجر هذا الدعاء؟ قرناه سابقا، ولكن طلبه الكثير من الأخوة والأخوات في إعادته إن شاء الله تعالى، لأنهم يقولون نبحث عنه فلا نجد. الدعاء كما قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا سبحت بتسبيح فاطمة عليه السلام ثم قرأت هذا الدعاء غفر الله لك ذنوبك كلها وعافاك من يومك ومن ساعتك الآن وشهرك وسنتك إلى أن يحول الحول إلى السنة القادمة. خلال هذه السنة كلها أنت لا ترى معافى من الفقر والفاقة والجنون والجذام والبرص ومن ميتة السوء ومن كل بلية تنزل من السماء إلى الأرض، وكتب الله لك بذلك شهادة الإخلاص بثوابها. ما هو ثوابها؟ الجنة البتة يوم القيامة. فقال له السائل: يعني هل نقرأ هذا الدعاء يوميا على طول سنة؟ قال: لا، الإمام الصادق عليه السلام قال: وإنما مرة واحدة في السنة يكتب لك هذا الأجر كله إلى مثل يومي وساعتي وشهري إلى السنة القادمة. يعني مفعول هذا الدعاء لسنة كاملة، مفعول كامل مرة واحدة تقرأ. وردت هذه الرواية في كتاب فلاح السائل. الإمام الصادق عليه السلام قال: من سبح تسبيح السيدة الزهراء فاطمة عليها السلام بهذه الكيفية يبدأ بالتكبير، يكبر الله عز وجل 34 تكبيرة، ثم يسبح الله سبحان الله 33 تسبيحة، ثم يقول الحمد لله 33 مرة. بعد أن ينتهي من هذا التسبيح بهذه الكيفية الخاصة يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله، ثم يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربنا لبيك وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيت محمد وعلى ذرية محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، وأشهد أن التسليم منا لهم والائتمام بهم والتصديق لهم: ربنا آمنا وصدقنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم صب الرزق علينا صبا صبا بلاغا للآخرة والدنيا، من غير كد ولا نكد ولا من من أحد من خلقك إلا سعة من رزقك، وطيبا من وسعك من يدك الملأى عفافا لا من أيدي لئام خلقك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسعة في رزقي وذكرك بالليل والنهار على لساني والشكر لك أبدا ما أبقيتني، اللهم لا تجدني حيث نهيتني وبارك لي فيما أعطيتني وارحمني إذا توفيتني، إنك على كل شيء قدير. ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ غفر الله له ذنوبه كلها في هذه اللحظة وعافاه من الآن، من يومه وساعته وشهره وسنته، عافاه من ماذا؟ إلى السنة القادمة مثل هكذا يوم، من الفقر والفاقة والجنون والجذام والبرص ومن ميتة السوء ومن كل بلية تنزل من السماء إلى الأرض، وكتب له بذلك شهادة الإخلاص بثوابها إلى يوم القيامة، وثوابها الجنة البتة. فقال له هذا الرجل: يا ابن رسول الله، هل هذا يعني أن نقرأه كل يوم من الحول إلى الحول؟ قال له: لا، مرة واحدة في السنة يكفي، مرة واحدة يكفي أن يعطيك الله هذا كله لسنة كاملة. اجمع أهلك، اجمع أطفالك، اقرأوه سويا كي يحفظكم الله سبحانه وتعالى ويعطيك هذه الجوائز كلها، يحفظكم من الفقر والفاقة لمدة السنة، والجنون والجذام والبرص، ميتة السوء، من كل بلية تنزل من السماء إلى الأرض، يغفر لكم الذنوب جميعا، يكتب لكم الجنة البتة، إلى غير ذلك. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.